وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة إن مشاهد اصطفاف المواطنين قدام اللجان الانتخابية في الخارج بيعكس حالة الوعي والانتماء لوطنهم، وبيأكد كمان إن المصريين مش في معزل عن اللي بيحصل في وطنهم. خلينا ناخد جولة أوروبية ونبتدي على طول مع بعض عن اللي حصل في اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج. نروح النمسا وتحديدا فيينا مع الأستاذ إسلام طاحون، منسق حملة مواطن بفيينا. أستاذ إسلام صباح الخير عليك. صباح الخير يا استاذه منى، وصباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور عليك استاذ اسلام. كلمنا كده عن مشاهدات اليوم الاول. امبارح كان يوم عمل، المفروض النهارده يعني عطله في النمسا، فهل متوقع يبقى في ازدياد للاقبال على السفاره المصريه بفيينا؟ وكلمنا عن ابرز مشاهداتك امبارح. طبعا في الاول انا بحيي كل مصري وطني شريف كان حريص امبارح، لان امبارح كان يعتبر كان عرس ديمقراطي بالفعل. هنا في النمسا طبعا درجه الحراره صفر وتحت الصفر، وطبعا الثلج بينزل، فكان الجو تقريبا امبارح يعني كان سيء. وبالرغم من كده بدايه من فتح باب التصويت الساعه 9 اللي هو بتوقيت فيينا الساعه 10 بتوقيت مصر، كان وفد من الكنيسة المصرية، دول كانوا أول ناس حاضرين، نيافذ الأنبا جبريل أسقف عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من نمسا وسويسرا، كانوا موجودين كلهم، والأب ثيودور، وكان كمان عن المركز الإسلامي الشيخ محمد كليب، دول كانوا أول الحاضرين تقريبا. وبالرغم من كده توافد عدد كبير من المصريين للإدلاء بصوتهم. والساعة 3 كان في كمان مظاهرة حب للوطن مصر، نظمها جروب نجوم الرياضة مع النادي المصري مع منظمات كبيرة، طبعا بالأعلام والموسيقى يعني أنا كنت شايف إن امبارح إحنا كنا متوقعين إن يبقى فيه، بس ما كانش الإقبال ده بالنسبة إن كمان الجمعة هنا يوم عمل. نعم. فكان الإقبال بصراحة كان كويس. النهاردة طبعا زي ما الأستاذ محمد قال يوم أجازة، فإن شاء الله النهاردة متوقعين يكون في إقبال أكبر، لأن في النهاردة إحنا طبعا في مدينة فيينا، وفي طبعا أربع أماكن تانيين، في مدينة كلاكنفورت، في جراتس، في بروك، في ليوبن. فالنهاردة إن شاء الله الساعة 12:30 تقريبا، لان في مدينه كلاكنفورت بتبعد 4 ساعات حوالي 300 حاجه 400 كيلو، فان شاء الله هيكونوا النهارده 12:30 في وفد من كلاكنفورت هيكونوا موجودين، كمان بالوفد كمان اللي هو الناس اللي هتيجي من فيينا، وان شاء الله يكون النهارده ثاني يوم يكون الافضل كمان ان شاء الله. ازاي تم توعيه المصريين الموجودين في النمسا علشان اهميه المشاركه؟ طبعا ده بدا من زمان، يعني بدا من فتره مش من يعني من حوالي مثلا شهر، لان بدا يبقى في ندوات، بدات في ندوه تبع النادي المصري، المستشار محمد نعيم كان موجود وعمل اجتماع مع الناس معظم المصريين، في بعد كده جه برضو حصل برضو ندوه في اليوبن، وكان في مؤتمر حاشد لمحمد مواطن، وفي كمان كلاكنفورت كمان، فكل ده كان بيبقى عباره عن حجز للناس توعيتهم. وكمان احنا بنحاول على قد ما بنقدر على السوشيال ميديا على فيسبوك بنحاول نوعي الناس، لان احنا بننزل مصر كل سنه ويعني بنشوف التغيير طبعا، فاحنا عايزين نحافظ على الانجازات اللي تمت، عايزين يكون في استقرار، لان عايزين بقى يبقى في حصاد لكل ما تم فعله بالفعل على ارض الواقع. احنا كل سنه بننزل، احنا مرتبطين بمصر يمكن اكتر كمان من اللي في مصر، لان صحيح. احنا بعاد عن مصر، فدايما بيبقى حابين ان مصر تكون افضل، وان شاء الله مصر هتكون افضل في الفتره القادمه ان شاء الله. ده اللي بنشوفه يا استاذ اسلام من حضرتك ومن اغلب المصريين الموجودين بالخارج، الارتباط الشديد بالوطن بكافه الاوجه اللي موجوده. انا حابب اسال حضرتك دايما كده في حاله الفرح السياسي او الانتخابي اللي احنا عايشينه، بنلاقي بعض الاصوات كده بتطلع من هنا وهنا، اصوات مشككه، اصوات بتحبط شويه، ممكن تلاقي حد بيحبطك يقول لك يعني ليه بتروح، الدنيا محسومه. الأسئلة دي أو الأصوات دي بترد عليها إزاي كمصريين موجودين في الخارج؟
أنا كمصري يعني هبدأ من نفسي كأسرة. أنا كمصري أنا بيتي مجرد أنا بخش البيت عندي إحنا كده بقينا في مصر. وأنا طبعًا حضرتك طبعًا استضفت بنتي، يعني طبعًا والد المصري مريم طاحون، وحضرتك طبعًا استضفتها قبل كده. فأنا حريص من الأول إن إحنا هنا كمصريين إحنا بنحاول نزرع ده في أبنائنا وبنزرع، فلما بيجي حد يتكلم طبعًا إحنا ما بنسمعش لأي حد اللي بيتكلم، لأن إحنا شايفين الواقع. إحنا حابين بلدنا، بنحبب أولادنا فيها، حريصين إن أولادنا يتكلموا اللغة العربية أو اللهجة المصرية زي ما بنقول، حريصين إن إحنا ننزل عشان يبقى في تواصل بيننا وبين مصر. فإحنا شايفين اللي بيحصل، اللي مش شايف ده مش يعني هو في ناس طبعًا في كل مكان هتلاقي فيه ضد وفي مع، فدول ناس بيحاربوا البلد، إحنا طبعًا ضد ده. واحنا شايفين ان كل حاجه الحمد لله، وكمان احنا كمان عشان شايفين الازمات اللي حصلت، يعني احنا هنا في النمسا لا احنا شايفين حصل حاجات كتيره جدا، من ضمنها الازمه الاقتصاديه، من ضمنها الاسعار، لا في مشاكل كبيره صحيح. جدا مش في مصر بس، يعني في كل مكان في العالم في ازمات، والحمد لله لغايه النهارده الوضع في مصر يعتبر افضل من اماكن كتير مقارنه بالوضع الاقتصادي. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إسلام طاحون منسق حملة مواطن بفيينا على المداخلة دي.